ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فنصر تعصف الإله بهداه خلد نجوم الجوزاء ربنا يغدو سودة وفخار أنت به اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سباع الجاهلية وأورث الزين العراقي والده في موضع هني ونوى حفظ الله تعالى كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباه لم تد صوما باسمه ترك اتفا فلم يصب معروف من آدم إلى أبي أمه سرى سرى نور النبوة في أثار إبراهيم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله عبد الله ثم قرر الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه مختصر فريدين. ولما تم من حمله شعبان على اشهر الاقبال المرويه توفي بالمدينه المنوره ابو عبد الله وكان قد اجتاز باخوانه بني ادم من الطائفه النجاريه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله على الراجع تسعه اشهر قمريه وآل للزمان ان ينجلي انصدا حضرت امه ليله مولوده اسيه مريم في نسوه من العزيره القدسيه فاخذها المراد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له السماء صلى الله